اتعرف على حضرتك. دكتور سعيد يوسف، صحفي وباحث في جامعة زازا. اهلا وسهلا حضرتك معانا. حضرتك شايف ان زياره الرئيس الصيني لمصر هتفتح افاق جديده بالنسبه للاقتصاد المصري، وما رايك في الزياره نفسها؟ لا اكيد هي مش هتفتح افاق اقتصاديه بس، هي هتفتح افاق اقتصاديه وثقافيه، لان سياده الرئيس السيسي في زيارته الاخيره للصين يعتبر عام 2016 هو بمثابه العام الثقافي المصري الصيني. وفي زياره الرئيس الصيني هنا كان معمد ابو سم اللي اعتبروه بدايه الزياره الثقافيه، وعلى حد علم ان في جهات ثقافيه في مصر او مؤسسات ثقافيه لها تنسيق مع المؤسسات الثقافيه الصينيه لليوم الثقافي المصري الصيني. تمام. حضرتك تحب تضيف حاجه تاني؟ بالنسبه للنواحي الاقتصاديه، الصين طبعا معروف انها دوله كبيره ولها انشطه اقتصاديه وبتقدم خدماتها الاقتصاديه باسعار اقل من الدول الثانيه، فممكن يكون في تعاون على المستوى الصناعي الصيني وفي قطاعات ثانيه زي النقل وغيره. لحضرتك مصطفى شعبان من القناطر الخيريه. اهلا وسهلا حضرتك معانا. حضرتك شايف زياره الرئيس الصيني لمصر هتفتح افاق جديده بالنسبه للاقتصاد، وما راي حضرتك في هذه الزياره؟ بالفعل الزياره دي زياره جت موفقه وفي توقيت محترم جدا، وكنا منتظرينها من فتره طويله، وتم توقيع يعني اتفاقيات كثيره في زياره الرئيس الصيني لمصر، فيها مشاريع عباره عن مشاريع ومنح وقروض، فيها حاجات يعني هتبقى قريب جدا بحوالي 15 مليار دولار، وفي 18 كمان على المدى الطويل. يعني زيارة الرئيس الصيني اتوقع اتفاقيات ومنح وقروض بمبلغ يقدر ب 33 مليار دولار. تحب حضرتك تضيف حاجة تاني؟ والله احب اضيف يعني احنا بنشكر مساعي الرئيس السيسي لزيادة الاستثمارات في مصر، وبنطالب بحاجه بسيطه بس، ان يعني يبقى عندنا مشاريع انتاجيه اكثر منها استهلاكيه، لان المشاريع الانتاجيه هي اللي هتقوم الاقتصاد المصري وهتقويه. اتعرف على حضرتك. احمد نبيل الصياد. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. حضرتك شايف زياره الرئيس الصيني لمصر هتفتح افاق جديده للاقتصاد المصري، وما راي حضرتك في هذه الزياره؟ طبعا دولة الصين دولة قوية، ودولة نهضتها الاقتصادية بنت نفسها من ما فيش، تقدمت فاقت الدول اللي كنا بنقول عليها دول يعني عدت القمة. الدولة دي كانت دولة نامية في يوم من الأيام، دلوقتي بقت من الدول اللي هي يعني عدت القمة. طبعا رئيس السيسي في زيارته كلها للدول اللي فاتت زي روسيا وزي ألمانيا وزي الدول دي كنا بنقول انها تفك النهضة كبيرة وتقدم مصر معاها. طبعا الصين لما الرئيس الصيني بنفسه يجي هنا مصر هيفتح افاق كبيره في مشاريع كبيره للشباب، وهيفتح نهضه كبيره، وربنا يولي خير. يعني على حضرتك. احمد عبد الحميد عبد المطلب من السويس. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. حضرتك شايف زياره الرئيس الصيني لمصر هيفتح افاق جديده للاقتصاد المصري، وما راي حضرتك في هذه الزياره؟ السيسي زياره مصر؟ لا، الصين، الرئيس الصيني. يا الصين ده يعتبر مشروع بعد القناة، تمام، بعد 150 مليون فدان، بعد الاختصار السريع، الصين واليابان ايه تاني، وروسيا وامريكا ايه تاني، عاوزين ايه تاني اكتر من كده؟ مين جاب لنا الحاجات دي قبل كده؟ شايف العلاقات الدبلوماسية ليها دور فعال في الاقتصاد المصري؟ لا سلام، جميع الدول كلها بالكامل بدون استثناء عرب واوروبيين، السيسي ممتاز ممتاز ممتاز، وهو اللي رجع مصر. يعني يكفي مثلا مشروع ده بتاع النهضه دوت، لو اي حاكم تاني كان قلب الموضوع وقاطع العلاقات، ولا الراجل ساكت لغايه الان سايبهم يحلوا بين بعضيهم السفراء والوزراء، عاوز اكتر من كده؟ تمام. ما تدخلش السودان، مش عارف ما تدخلش في اي دوله، او زي اللي بيجيين القبض على ال 20 واحد دول، قال لك ولادنا ما نسيبهمش، راح حررهم وجابهم في المؤتمر بتاعه بتاع امبارح، خطاب امبارح، بنتك عايز يتغير ابن الشهيد يبوسه. تمام. عاوزين رئيس اكثر من كده ايه؟ اسم مدحت مصطفى علي، وزاره الكهرباء والطاقه، مدير عام بوزاره الكهرباء والطاقه. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. ايه راي حضرتك في وزاره الرئيس الصيني لمصر؟ هتفتح افاق جديده للاقتصاد المصري، وما راي حضرتك في هذه الزياره؟ والله باذن الله ان شاء الله احنا املنا في ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ان البلد يتعدل حالها ويتصلح من حالها، والشباب كله يعني
حط ايده في ايدين بعض. وبعدين يعني عيب قوي علينا لما نشوه سمعه مصر بره. تمام. عشان حتى الضيوف اللي بتيجي مفروض يكون في يعني ليها اولا راحه نفس وحب مصر. الناس كلها بتحب مصر. هيجري اقتصاد مصر قوي طبعا باذن الله. باذن الله طول ما في مؤاخذه يعني تبادل وتعاون مشترك دولي حاجه جميله يعني مش وحشه. هتعرف على حضرتك؟ المطرب حسن فهم. اهلا وسهلا حضرتك معانا. علاقه الصين بمصر بزياره الرئيس الصيني لمصر هيفتح افاق جديده للاقتصاد المصري، وما راي حضرتك في هذه الزياره؟ والله يا زياره طبعا الصين يعني نقشت على صدور مصر كلها. تمام. الحاجات اللي هي بتيجي الموتوسيكلات والحاجات دي كلها. تمام. والسلع اللي هي ابتدت ان لو زارت الرئيس الصيني هنا هتبقى فعلا في اقتصاد كويس للبلد، هيبقى في اشتراك بيننا وبينهم. مفيش شك ان رئيسنا السيسي خارجيا ان شاء الله بامر الله ناجح، واحنا بنقول له احنا معاك في كل حاجه بتعملها، لان هو اقتصاد البلد لازم يرتفع من هنا. احنا يا ريت نعمل زي الصين. الصين احنا لما احنا مش اقل منها، احنا بس نشتغل بالفينش. تمام. فعلى حضرتك ابراهيم صبري موجه بالتعليم الصناعي. اهلا وسهلا حضرتك معانا. ايه راي حضرتك في زياره الرئيس الصيني لمصر؟ هل هيفتح افاق جديده للاقتصاد المصري؟ وما راي حضرتك في هذه الزياره؟ يعني تفتكر الراجل الرئيس الصيني جه هنقول له بطلوا توردوا لنا صادرات احنا مش محتاجينها؟ لا، من وجهه نظري مش هتضيف للاقتصاد، هتاخد منه. الناس دي بتيجي تستفيد، مش هتيجي تضيف لنا احنا حاجه. تمام. واحنا الاقتصاد الصيني هو اللي واقف حال البلد اساسا. يعني احنا كل الصادرات اللي بتيجي من الصين هي اللي وقفت حل صناعات كتيره وحرف كتيره في بلدنا. تمام. الصناعه المصريه ده اكيد. تمام. الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اقولها للرئيس الصيني خفوا عننا شويه. هما بيجوا بيصدروا لنا منتجات احنا عندنا حرف وقفت بسببها. يعني حضرتك ضد هذه الزياره مش معاها؟ انا مش معاها ومش ضدها. انا عاوز اقول لازم يبقى في تكافؤ بين الميزان بين الدول. تمام. انت بتاخد مني بمليار اديني بمليار، ما تاخدش مني 20 مليار ما بتدينيش حاجه. تمام. يعني لازم يكون في كفاءه في التعامل، في كفاءه في العلاقات. احنا طول عمرنا كل اللي بيجي بياخد مننا. بعد ما شفنا راي الشارع المصري، الراي والراي الاخر عن زياره الرئيس الصيني لمصر، شكرا على حسن المتابعه. تحياتي نجلاء درويش، القاهره، قناه الطريق.